مقدمة في هذا المنبر الجامعي حقيقة طروح أنا أفتخر فيها جميعا. ما وجدت حقيقة من رغبة ونظرة وطموح من أبنائنا الطلاب حقيقة من تقديم هذه المبادرات الذهنية اللي نرجو أن يكون لها أطروحة اقتصادية وتمكين. ما وجدته اليوم هو حقيقة كنز من كنوز المملكة اللي سعت الدولة لإخراجه إلى أرض الواقع. اليوم ما تقدم هذه الدولة مشكورة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده من إيجاد منصة تطبيقية لهذه الأفكار وهذه الأطروحات، أعتقد هي تعطي المسار الصحيح لهذه المنهجية. وحينما نجد جامعة حائل حقيقة تحتضن هذه الأطروحة بأطروحة أكاديمية وفكرية وتجعل لها من المسرعات في الأعمال بحيث أنها تأخذ مسارها الصحيح لإخراجها إلى السوق، هذا يكون عمل ممنهج وجيد يجب حقيقة الثناء عليه. فشكرا لهذه الدولة المعطاء، شكرا حقيقة لهذه الرغبة من الشباب اللي نجدها إن شاء الله نظرة مستقبلية لأبناء هذا الوطن الطموح. شكرا حقيقة لأعضاء هيئة التدريس، شكرا لجامعة حائل، شكرا لجميع من ساهم وعمل في هذه الأطروحة. نرجو إن شاء الله أن نلتقي يوم من الأيام حقيقة، وأنا متأكد وأشاهده قريب جدا بإذن الله سنلتقي إن شاء الله لتدشين مثل هذه الأمور اللي اليوم أطروحة في داخل المكاتب عما قريب بإذن الله بي 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 بهذه السواعد وهذه العقول وهذا العزم. أعتقد أنه إن شاء الله عما قريب سنجد له في الميادين افتتاح إن شاء الله.